بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا آتنا تقوانا واهدنا سبل السلام. أنت ولينا ومولانا، فلا تجعل لأنفسنا علينا سلطانا يبعدنا عن رضوانك ويحرمنا من بركاتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوانه. أمنا الآن إن شاء الله نرجع لموضوعنا الكتاب وما يميزنا عنه كل التمييز. قلنا آية 146: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون عادتهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقولوا اليوم كل شيء علم، عندهم العلم كله، وهم أمناء في العلم وفي الإخبار والمجرة، كله بوتع كذب. بنا وكالة أنباء متاعكم تأتي بالخبر ودائما بقصد خبيث، بس تهبط من معنوياتنا، لا، علينا نصدق ولا الصادقين، ولا تؤثر فينا الإشاعات الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم بخشوهم فزادهم إيمانا. هاو كيفاش نتعاملوا معاكم؟ فموتوا بغيركم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولا فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شوف ربي مكرم، شوف الحكمة على الطعام، أن لا نتأثر بغيرنا. وبسورة النور ربي علمنا كيف نظن في أنفسنا ظنا حسنا، لأننا من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، من أهل الإحسان. فكيف تنطلع علينا حيلة الأفاكين الشباك الأفاق اللي يعملوا كل ما في وسعهم باش أكاذيبهم تسري في الناس؟ لا، نحن لا لا لا. وقل موت بغيركم، الحق من ربك هنا من الله، فلا تكونن من المنكرين. لا نشك، لا نشك، وهذا يزيد يريدكم ويزيد يقبلكم ويزيد يهزكم وينفضكم. ولكل وجهة هو موليها، اخترت نفسك بقى، شوف روحك وين ماشي، تحسب روحك تحسن صنعا، لأنك انت ذات تقنيات هكا متطورة والأموال مكتسبة، أموالكم حرام وتقنيات تزيدكم ضلالات إلا إذا كان محسن استعمالها. ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات والأمر لله. نحن سمعنا وأطعنا، أنتم تقولوا العكس، برا مع العكس. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني سيضعفكم رغم أنوفكم. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. على طول نشوفوا ارتباط البيت العتيق بالصلوات اللي يعملوها سواء كان يا امرأة. ولكل هو ولكل وجهة وموليها استبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملوا. يعني تحج مش صح، اليوم في غافل، لا يمكن مخادعة ربنا مهما كانت الحياة، مش عشكوني كيف مكشوف عند ربنا. أجزاء أتقل أجزاء في أعصابك، في خلاياك، في أنفاسك، في روحك، في قبلة الله ومعرفة الله ومعرفة المطلقة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا الوجه بيختار الله في نهاية المطاف. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. هو تبسيطه التفصيل ما شاء الله، لكن الأمور واضحة. ومن حيث خرجت فولي كوني كله تصرف فيه، ووجدنا دائما تكون في البيت العتيق. ومن حيث خرجت فولي وجهك ولا طائرة ولا صاروخ ولا سفرة بعيدة بعيدة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم هذا للتثبيت. احنا بنلعبوش كده، بس في قطعة لا
شو على على حسب الرياح رياح الحزب يعني هي مع يعني كما عملوها تول النار مو ريح تول طيبة هي مو ما احنا طلاب مناصب طلاب وكراسي طلاب مناصب اللي هي منصب على شيت بالطريق غير الطريق اللي شو اسمح لكم تحب احنا نقول لاخواننا في هذه الماما تعلموا ان ما تقبلوش اي واحد الا بعهد وبعد اختبارات يبدو الناس مختصين كل ما يبين ميدان المناش ميدان الاجتماع ميدان اي ميدان يجب ان يعاونكم باش تعملوا اختبار قبل ما يلحق لكم اي واحد طب يا ونعمل فيها شوية فيها فايدة حتى ما تخطرش عليكم الدخلات الشيطانية اللي قصدها خبيث احنا ولو فرقنا من اخر السبعينات فرقنا لكن تبقى الاخوة بيننا ولا انا عيوب ولكم عيوب لكن عيوب كانت خطيرة لانه غلبتم السياسة حسب ما يفهموا الناس غلبتم السياسة على الدين اللي هو لا يرفض السياسة بل يدعمها لانها سياسة يبارك الله اما الان السياسة المباركة من بين الشرق والغرب ولا حقيقة ولك علاش ما تمشوش بعيد وهما كان حل واحد هو احراركم حرائركم شدوا في منهاج المولى ويعملوا كل ما يسعهم باش يقيموا حزب الله الذي ليس كحزب الله في لبنان بل حزب الله الذي قال ربي هو المفلحون انتم لستم عن طريق الفلاح حتى الان والدليل اعدائكم والدليل لكونكم رضيتوا تكون عيون داخلكم وتكون مثبتين وعلى مصر هذا لا يسير بكم مسيرة هكا آمنة ومن حيث خرجت وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وولي وجوهكم شطر لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم وعلى علكم رب علمنا القرآن واضح واحنا خدام القرآن كي نعين الناس والجان كذلك على البحث عن الخلاص لأن أغلب الناس موارطة وأغلب الجن موارطة لأن الدنيا شغلتهم ونستهم الله رسول الله في أنسان الموزر نحن خدام ونبتغي وجه الله في ذلك ولا نبتغي منكم لا جزاء ولا شكورا نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.